Eyvallah, teşekkürler. ويا مرحب صبايا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم. بهذا اليوم كنا فايقين بكير كتير، عنا موعد بالمستوصف، استوصف العائله يعني عند طبيب العائله، فهيك كان عندي تحليل وتيلا عندها معاينه ووصف لدواء الدكتور، شغله بسيطه الحمد لله. فما كنت لسه شربانه القهوه لانه عندي تحليل، رجعت على البيت تغريك على القهوه، عملت دوله قهوه وقعدنا نشربها. كلي تم رسيلة. وعلى طلب كتير من الصبايا يلي طلبوا مني العجينة يلي بعملها لكل المعجنات، مع اني مشاركتها كتير انا بالهلأ يعني، بس بالفيديوهات اللي مرقوا ما شاركتها لاني كنت مشاركتها من قبل، فحبيت شارككم اياها. مع اني مالي زمان عاملة معجنات بس قلت حاعملها يعني، شارككم العجينة واعملها للولاد يكسبوها بالمعجنات. هلا هون عندي كاستين حليب دافي. هلا انتو اذا العيار هذا كتير عليكم فيكم تعملوا نص العيار. كاستين حليب دافي، حطيت اللون ظرف خميرة وتلت معالق سكر وتركته مثل ما شفتوا لحتى يعني اختبرت الخميرة انها شغالة تمام يعني فعالة. بعدين ضفت عليهم معلقتين لبن، هدول المعلقتين اللبن اختياريات، انا مو عطول بضيفهم يعني، ما بحسهم كتير بيأثروا على العجينة، بس اذا عندي موجودة بضيفهم. معلقة صغيرة خل ابيض بحط اللون ومعلقة ملح، بخلطهم كتير منيح السوائل مع نص كاسة زيت او تلت كاسة زيت نباتي، بخلطهم كتير منيح. بعدين بنزل عليهم بقى الطحين. الطحين تقريبا بتاخد بين الخمس كاسات والست كاسات، انتو بتضلوا بتضيفوا يعني لحتى تلاقوا العجينة هيك تماسكت مثل هيك، عرفتوا علي كيف؟ تماسكت منيح وصارت تمام ما عاد بدها يعني، فبتنزلوها بتعجنوها. انا اخر شي بحط لها هيك معلقة زيت او معلقتين زيت او معلقة زبدة وبنعمها، بضل بعجنها لتصير هيك مثل ما لكم شايفين ناعمة، بتحسوها انها عم تلزق بس هي مالها لازقة، هي بس طرية من كتر العجن. وهي العجين يعني معروف كل ما عجننا بيطلع اظرف يعني وبيطلع هش اكتر وطري اكتر على بعد الشوي. تركتها على جنب ترتاح تقريبا بتاخد تلت ارباع الساعة للساعة. هلا بالشتاء اذا حاطينها ناحية تدفئة او بالفرن وغطينا منيح يعني اقل 40 دقيقة، بس لازم تضاعف حجمها قبل ما انتو تشتغلوا فيها يعني، لازم تكون مرتاحة تمام، عرفتوا علي كيف؟ والحشوة انتو اللي بتحبوها ممكن تعملوها، مشاركة من قبل معكم حشوات بطاطا ولحمة، بطاطا على الحل، لحمة على الحل، جبنة، انواع جبنة يعني، انتو اللي بتكون يا. بس كل ما ريحتوا العجينة بيكون أحسن. هلا هون تقريبا كل ساعة مريحتها أنا. هلا أنا بدي شكلهم لأنه بدي روح بدي ودي سيلة على المدرسة وبعدين رايحة مشوار، فأنا حشكلهم كلهم وجهزهم وحتى أشويها وأتركها على جنب للمثلا للعشاء. مثل ما شفتوا مسحت المجلة هيك مسحتها منيح، كنت بدي أعجنها على المجلة، بعدين قلت والله عندي هي السيليكون يعني ليش ما بمدها، هي أسهل كتير السيليكون إنكم تمدوه وتشتغلوا عليها، ما بتلزق العجينة وما بتضطروا تحطوا طحين، ممكن تحطوا نتفة زيت يعني بتساعدكم بالشغل، بس كافية يعني مو أكتر من هيك. ولأنه كل ما خففنا من رش الطحين يعني على العجينة إحنا وعم نساويها كل ما هيك ضلت طرية وضلت هشة.
هلا هون مثل ما لكم شايفين قطعت العجينة لكرات متساوية عشان يطلعوا تقريبا كلهم نفس الحجم. تقدروا تعملوها اصغر انتو حسب انتو شو حابين تعملوا الشكل، قياسه كبير صغير، بس انا هلا هذا الشكل اللي عم بعمله هو كبير، يعني قطعتين كافيين يعني بيشبعوا، لانه قطعة العجينة كبيرة والحشوة كتيرة بقلبها. عرفتوا علي كيف؟ بالفيديو الماضي اجاني كتير تعليقات واسئله على انه انتي عندك 3 اولاد ولا 4، نحن بنعرف 3 مو 4 وهيك، بس انا ما كنت منتبهه اني حاكي 4 الا لبعد ما سمعت، يعني شفت التعليقات ورجعت للفيديو وسمعت. هلا بصراحه انا عندي مو عندي يعني اللي عايشين عندي 3 اولاد، الله يخلي لي اياهم يا رب، خلي لكم اولادكم. الرابع توفى، هلا هو بين طارق وسيلا، كان عمر طارق تقريبا 5 6 سنين وقت اللي ولدته بأول سنة من الحرب بسوريا، فحملت فيه يعني ولدته نظامي بس ما عاش، توفى لأسباب وقصص يعني صارت وهيك. إذا حابين تعرفوا هيك القصة وتفاصيل أكتر ببقى بحكي لكم إن شاء الله بفيديو تاني، اكتبوا لي أنتوا تحت بالتعليقات، لأن ما بدي أوجع لكم راسكم. بس يعني إيه، هو عندي 4 جبت، وهو هذا يعني ترتيبه الثالث بين إخواته، ولو كان عايش كان عمره هلأ 11 سنة. فهلأ عندي بس 3 اولاد، أنا صبي وبنتين. الله يخلي لكم أولادكم يا رب. خليت قطعة عجين هيك صغيرة، يعني عملت كم قطعة معجنات بالشوكولا. على فكرة هاي العجينة بتحسن تعملوا فيها البيتزا، بتعملوا فيها المعجنات هاي المشكلة، حتى بتعملوا فيها خلية النحل، يعني كتير شغلات ممكن تعملوها. حتى هاي الجديدة اللي دارجة اللي هي طاقية السلطان كمان نفس العجينة بس قاسمينها بين الشوكولا وسادة يعني. فهي هي عجينة متعددة الاستخدامات، لانه لا حلوة كتير ولا مالحة. عرفتوا علي كيف؟ فهو مثل ما لكم شايفين بعد ما خلصت الكمية كلها وشغلت الفرن عم حميه منيح وريحت العجينة أقل شي 10 دقايق ربع ساعة، دهنتهم بصفار بيضة، حطيت لها أنا نسكافيه ومعلقة حليب. ما بتحبوا الصفار البيضة أو ما بتحبوا ريحتها أو كذا، فيكم تحطوا معلقة لبن تخففوها شوي وتحطوا لها نسكافيه، بتعطي تقريبا نفس النتيجة. ورشيت على الوش شوية سمسم أبيض وخشخاش. بعد ما تخلص شوي بالفرن تاخد لها تقريبا 15 دقيقة، منغطيها ومنتركها شغلة 5 دقايق لتهدى مشان ترجع تطرى، لانه بتطلع من الفرن بتحسوها قاسية، بس هي مو قاسية بس مأمرة من الوش، بس بترجع بتطرى وبتصير ما احلاها. ها وديت سيلا على المدرسة وطلعت بدي اخذ هدية لبنت خالتي ولدانة، هيك قامت بالسلامة، فبدي اطلع بارك لها. احترت شو بدي اخذ لها، بعدين قلت لا حاخذ لها قطعة لإلها، لانه يعني اي حدا بيفكر دغري بيفكر بالبيبي او بالبيت بياخذ قطعة فبينسوا الام. قلت لا هالمرة انا بدي اخذ للام ما حاخذ للبيبي. فكنت عم دور هيك على شغلات حلوة هيك تناسبها، وبين لطقمة التريكو، بتعرفوا هلا وقتها لطقمة التريكو لانه الدنيا برد، فهيك بتلاقيها حلوة هي بعد ولادتها الطقم. فاخذت لها من هذا الطقم مثل ما تكون شايفين بهذا اللون البيج والسكري، كتير حلو ان شاء الله بتتهنى فيه. يلا شكرا. صار لي من ولادة رفيقتي ما اكلت كلام كلام يا وصلت لعندها وكانت عاملت لي الكراوة، يسلم ايديها كتير طيب، بحب هاي الاكلة. احنا عندنا بالشام بنقدم وقت الولادة الكراوية مع المكسرات، مشاركتها قبل هالمرة بفيديو قديم يعني عندي بالقناة، بس مشاركتها من قبل. يا اختي الكراوية اذا مو مدلعة بالمكسرات
مو اسمه كرامي. يلا تعي من هون سيلا. جبت سيلا من المدرسة وغيرنا ثيابنا ودغري على المطبخ. مثل ما شفتوا كنت الصبح عاملة انا المعجنات، فهي كل مساء بس بدي اعمل شوربة جنب المعجنات. كثير طيبة هي الشوربة. الايزيغولين هي شوربة تركية كثير معروفة عندهم هون، اعتمدناها من وقت اللي اجينا على تركيا لانه من اطيب الشوربات اللي عن جد باكلها. فمثل ما شفتوا حطيت بصل هيك قطعته، مو شرط قطعوه ناعم لانه حاعملها يعني حمر رقاب بالبلندر. حطيت بصل وبطاطا وجزر بطاطاية يعني وبصلاية وهيك جزرتين تقريبا وسط قياسهم، وحطيت كاسة ونص عدس وكاسة شاي برغو الخشن. غسلت العدس منيح وحطيتهم وحطيت لهم تقريبا لتر مي سخنة. لقيتهم لسه بدهم شوي لحتى يستوي الجزر اكتر، حطيت له رجعت هيك كاسة مي وتركتهم يغلوا بقى مع على هيك على راحتهم لحتى تفتح حبة العدس منيح وتستوي تماما الخضرة. على جنب هيك نزلت معلقتين زبدة كبار، عليهم معلقتين دبس بندورة او معلقة دبس فليفلة ومعلقة دبس بندورة. انا حطيت بس دبس بندورة عشان ما اطلع حدة لانه الفليفلة عندي حدة. حطيت له مثل ما شفتوا ملح وفلفل وبابريكا وكمون كمان ونعناع يابس. قلبتهم مع بعض وطفيت الغاز لانه بيتغير لون النعناع والبهارات اذا ضل الغاز شغال على الزبدة والبهارات. حطيتهم فوقهم وحاضربهم بالبلندر هيك يعني شوي لحتى تنعم كل الخضرة وتصير كلها بقوام واحد. وبهي المرحلة يعني وقت ننخفها بتحسنوا تضيفوا مي كمان اذا حسيتوها سميكة كذا، اذا بتحبوها مريقة يعني فحطوا لها كاسة مي. انا هون نقلتها على الطنجرة هيك غمياء اكتر لانه بالطنجرة اللي قبلها شوي فايشة فصعب تخلطهم بالخلاط. مثل ما شفتوا هون حطيت لها انا كاسة مي حتى طلعت بهذا القوام هيك بحبها لا مريقة ولا سميكة. وهي هون عندي المعجنات كتير كتير طيبين، بيشهوا ريحتهم طعمتهم كتير طيبة. في عالم بيحطوا لها فانيليا كمان لهي المعجنات بتعطي هيك كمان طعمة طيبة، بس انا ما بفضل. بس اذا بدي اعملها اكلة حلو ممكن احط لها فانيليا. في مثل بيقول العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. عن جد الشغل ما بيخلص، من وين بينبع ما بنعرف. بتقيموا جلي بتحطوا جلي، بتقيموا غسيل بتحطوا غسيل، بتضبوا غسيل، بتعملوا اكل بتقيموا اكل. هيك الدنيا. هلا انا عم حاول هون انهي كل شيء علي بعد ما تعشينا وشلنا الاكل يعني، لانه بدي اعمل لسيلا كب كيك عندهم هيك اليارلي مال هاي هذا الاسبوع. فعلي انا اعمل لهم كب كيك على عدد طلاب الصف 45 طالب بالصف، فكل طالب يعني قالوا حيعملوا شيء. انا اخترت الكب كيك قلت سهله وما بدها شيء يعني، بس كله بياخذ وقت وكله بده شغل. هلا حطيت هون انا 6 بيضات. هلا العيار اللي عم بعمله انا كبير، وكتب لكم بصندوق الوصف عيار العادي مثلا ل3 بيضات. كل 3 بيضات بدهم كاستين ونص طحين، بدهم فانيليا وبكن بودر ظرف بظرف، وبدهم كاسة حليب وثلث ارباع الكاسة زيت وكاسة سكر او ثلث ارباع الكاسة. انا بحط السكر مشان يكون هيك حلو ومقبول. بهاي الوصفة بتقدروا تستخدموا الخلاط، خلاط الكوكتيل هذا الابريق كتير ظريف لهيك شغلة يعني. تحطوا كل المكونات السائلة مثل ما لكم شايفين هيك، البيض السكر الزيت الحليب كلهم دول بتخلطوهم مع بعضهم، بعدين بتضيفوا
وطحين هيك لحتى يمسكوا كلهم مع بعضهم. هو هذا خليطه شوي بيجي تقيل، مو يعني مو مريق ولا سميك، شوي صغير هيك تقيل، لأنه بيجي قوامه وقت بتشوه هيك مثل القطن من جوا، يعني مو مثل الجاتو مثل الكيك العادي، لا مثل القطن، يعني ناعم كتير من جوا الخليط. يلا سوس تساعديني. بدي اعمل هدول. صار هدول. استحي تطلعيهم دول بيلو. هيك شلون بيبقوا معلقين. هيك حطي وحدة وحدة. تمام؟ هيك. يلا. حطي انتي لتطلعون انا. نزليها لجوا شوي. هلا في قوالب للكب كيك بتجي جاهزه، هيك قالب كامل بقلبه 12 او 6 او 8 هيك شيء. ما عندي منه انا، ان شاء الله هيك ناوي اجيب منه لانه بينعاز لكتير اكلات عندي، بس هدول القوالب السيليكون اللي كتير كتير ظراف، ويعني ما بيتاثروا بالحراره ودغري بيبردوا، ما احلاهم. بس بحط بقلبهم هدول الوراق مشان لانه بدي اخذهم اقدمهم، فبحط الورقة مشان قيمه من القالب خلص بورقته، عرفت علي كيف؟ وحتى بحسن استخدم هذا القالب السيليكون كمان بدون ورق وما بلزق فيه، ولو حتى بدهنه يعني بزيت. هون حطيت هي اول وجبة، حطيت بقلبها قطع من الشوكولا، هي علي ليمون، هي الشوكولا طيبة كتير. حبيت اشكل لهم يعني قسم، عملت لهم يا محشي هيك وقسم سادة، والقسم الثاني كمان عملت لهم يا مع كاكاو، ضفت شوية كاكاو، معلقة كاكاو مع معلقتين حليب كدوبتهم وضفتهم للخليط، وبعدين صرت اسكبهم بقى بالقوالب. تقدروا كمان اذا ما في قوالب للكب كيك تحطوهم بهدول القوالب الستانلس، كمان هدول تبعات التارت الصغير كمان بيتساووا بقلبهم، كمان مثل ما شفتوا حطيت بقلبهم الوراق. تقدروا كمان تحطوهم بكاسات الكرتون تبعات القهوة الصغار، كمان بتحطوا هيك الورقة وبتحطوا بقلبها الخليط كمان بيزبط. وبس هيك كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم وحبيتوه. اذا عم تحبوا هيك المحتوى كتروا لي التعليقات الحلوه من ايديكم الحلوين، يخلي لي قلبكم. واذا كنتوا جداد على القناه لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل لحتى توصلكم مني كل الفيديوهات. بحبكم كتير وبشوفكم فيديوهات جديده. سلام.